مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بهذه الجلسة الصباحية مع نهاية هذا الأسبوع التداول نهار الجمعة، معك المحلل التقني جزاف ظهري بهذه التغطية المباشرة اللي راح نقوم فيها لتحليل تقني لمعظم الأزواج والعمليات الرئيسية الموجودة على منصة التداول. بهذه الجلسة خلينا نستفيد من بعض فرص الاستثمار أو من السيناريوهات المفترضة اللي ممكن تظهر أمامنا، وخلينا سويا نقوم بتحليل الرسوم البيانية ونشوف إذا بدكم أبرز التحاليل الاقتصادية وأبرز المؤشرات اللي ممكن نكون عم نستعملها نقدر نستفيد من هذه التقلبات. في البداية بدي أحذركم من المخاطر، ممكن الخسائر تتجاوز رأسمال المستثمر طبعا من وراء السليبج ومن وراء التحرك والفجوات السعرية. إذا في حال كان عندي فولاتيليتي وتقلبات ومخاطر ضخمة جدا بسوق الفوركس أو بأسواق المال، مثل ما نكون عارفين إنه أنتم الأسعار أو سوق الفوركس بشكل عام هو بيعكس نتيجة الأخبار الاقتصادية والتشنجات العالمية بين الدول الكبرى. فبهذه الحالة إنك تتداول على العملات أو عملة بلد معين، بهذه الحالة عم تعرض إذا بدكم رأس مالكم، عم تعرض رأس مالك للخطر والإيداع اللي طبعا أودعته في الشركة المالية. بهذه الجلسة وفي البداية حابب أن أمر على معظم الرسوم البيانية الموجودة عندي، ولكن في البداية بدي أتكلم طبعا على المراكز أو الصفقات اللي داخلين فيها قبل ما نبتدي بالتحاليل التقنية الأخرى. يعني على سبيل المثال عندي في البداية الدولار كاد، الدولار كاد داخلين بمراكز بيع نحن، وزوج الدولار الكندي داخلين فيه او كنا معارضين اذا بدكم امر معلق بالبيع على مستوى ال 134 40 ومع وقف خساره 135 80، ومن المتوقع بدايه موجه هبوط ضخم جدا للدولار كاد. تمام، هلا بالنسبه لنا من المتوقع انه هذا الانخفاض اللي شاهدناه قد انهينا الموجه الخامسه وابتدينا بثلاث موجات تصحيحيه، واللي باكد على هذا السيناريو للموجات التصحيحيه طبعا هو بكل بساطه يعني تقريبا الموجه بي. شو يعني الموجه بي؟ لما اتكلم على موجه بي عم بتكلم على ثاني موجه، او خلينا نقول الموجه المضاده للاتجاه العام اللي بتكون عاده ضمن الموجات الثلاثه التصحيحيه. يعني على سبيل المثال شهدنا انخفاض ضخم هون بشكل خمس موجات ضخمه، وهذه تلقب بانخفاض الرقم واحد. تمام، الموجه رقم واحد. هلا ارتفاع هون اول موجه تصحيحيه ويف اي، تمام، هيدي واضحة على انه هذه موجة تصحيحية. اللي بأكد على انه هذه الموجات اللي نحن مرتفعين فيها هي تصحيحية هي ثاني موجة، اللي هي الموجة الأفقية المايلة على انخفاض بهذا الشكل. هذه الموجة بتأكد على نحن، بتأكد على انه نحن في موجة بي. تمام، هيدي ويف اي والموجه بي، ومن المتوقع ان احنا نكون مرتفعين بموجه سي. تمام، لو نحن بموجه اندفاعيه هلا بموجه سي بهذا الارتفاع، مش من المفروض انه موجه بي او هذا الانخفاض يكون بهذا الشكل او بنفق ميل على انخفاض. لما يكون عندي نفق ميل على انخفاض هيدا الشيء بأكد على انه نحن في الموجه التصحيحيه الثانيه اللي هي بندخل فيها بنفق ميل على انخفاض او بي داونورد شانل. تمام، هيدا بالنسبه للموجات التصحيحيه. هذا الشيء باكد لانه السيناريو اللي داخلين فيه اللي هو السيناريو الهابط على الدولار كاد على المدى الوسط الطويل بعده اكتف عندي، وبكل بساطه بعدني متوقع انه طبعا نبتدي باشاره انعكاسيه كحد اقصى. كنت دخلت لكم انا ليش عرضت وقف خساره على مستوى ال 135 80 اللي هي تقريبا قرب مستوى ال 88.2%، لانه بكل بساطه استهداف مستوى ال 76.4% ممكن تكون وارده عندي. تمام، مستوى 76.4% للموجه رقم 2 وارده عندي، فمشان هيك انا عرضت وقف خساره على مستوى ال 135 80، ومن هذه المستويات من المتوقع انه نبتدي بموجه اندفاعيه ضخمه بالاتجاه الهابط ونرجع نسجل مستويات ال 120 115 وحتى اقل على زوج الدولار الكندي. انا مضطر ابتدي بزوج او بعمله اللوني او هذا الزوج او هذا البير بكل بساطه، لانه عندي مركز استثمار عليه اللي هو مركز بيع على الدولار كاد. تمام، فبعدنا محافظين على هذا المستوى، بعدنا محافظين على هذه الصفقه بكل بساطه، ما في شيء تغير، بعده السيناريو الصاعد. تمام، هلا في هذه الموجه نحن كنا متوقعينها وما في خوف منها ابدا. تمام، واذا ندخل على الرسوم البيانيه اللي كنا قمنا بتحليلها بالسابق، ما في شك انه نحن الدولار كاد كنا توقعنا بكل بساطه هذا الارتفاع. اوكي، وطبعا مش هيك، ما في شيء بخوف، يعني هذا الارتفاع اللي نحن عم نشهده على الدولار كاد بموجه اندفاعيه ضخمه جدا كنا متوقعينها لانتهاء الموجه رقم 2 قرب مستوى ال 134 135. ما في شك انه نحن هذا الارتفاع كنا متوقعينه، مشان هيك منا خايفين منه ونتوقع انه ممكن نرجع نبتدي بموجات اندفاعيه ضخمه جدا بالاتجاه الهابط. اما بالنسبه للاسترالي دولار، ابتدينا بالارباح، ما في شك استعملنا بعض التحاليل التقنيه البسيطه جدا
كانوا على زوج الدولار كاد، اللي هي بريك اند، خلينا نقول ريتست. بريك اند ريتست شو يعني؟ يعني اختراق واعاده امتحان على رسم بين الاربع ساعات على زوج الاسترالي دولار. كنا تكلمنا بشكل ضخم جدا على مستوى الصفر 70 50، تمام؟ مستوى 0.70 50 على رسم بين الاسبوعي او على رسم بين اليومي اكثر من مهم هذا المستوى لزوج الدولار كاد، وبحكم اذا بتكون هذه القاعان اللي تم تثبيتها عندي على عمله الاسترالي دولار. فنحن على رسم بين الاصغر اللي هو الاربع ساعات عند اختراق مستوى 0.70 50 توقعنا شيء يلقب باعاده امتحان او ريتست، فدخلنا بمراكز بيع. دخلنا بمراكز بيع 0.3 استرالي دولار على 0.70 43 او 44 بالضبط، مع تيك بروفيت 0.68 ووقف خساره 0.70 90، 50 نقطه وقف خساره فقط، او اقل حتى من 50 نقطه مقابل 250 نقطه ارباح. وهلا نحن ابتدينا نجني بعض الارباح 90 دولار على الاسترالي دولار. فبكل بساطة أنا توقعتك من الاتجاه الهابط، وكنت قلت لكم بالجلسات السابقة على أنه إذا في حال عندي ضغوطات سلبية للأسترالي دولار، ما في شك أنه ممكن يتوقع انخفاض لليورو دولار، تمام؟ اليورو دولار استاذ انتو، اليورو دولار على الشهر وصل لعند فيبوناتشي 61%، ممكن يرتفع على فريم الاربع ساعات بشمعة ابتلاعية، وزوج الدولار فرانك شمعة ابتلاعية هابطة. هلا مش ليكو امامكم، شوفوا السيناريو المفترض اللي كنا تكلمنا عليه. بكل بساطة كنا تكلمنا على هذا السيناريو قبل ما ينخفض بجلسة امس، تمام؟ كنا تكلمنا على ارتفاع لزيادة مستوى ال 113.25، وكنا مدخلين امر معلق بالبيع. شفتوا امر المعلق بالبيع على زوج اليورو دولار؟ من اي متى عارضين هذا امر المعلق بالبيع؟ اللي هو من 3/6، تمام؟ يعني بجلسه، يعني 3/6، يعني عم نتكلم ب 6 اليوم 8 الشهر، يعني من نهارين. بجلسه امس شهدنا هذا الانخفاض ب 3/6، يعني قبل بيومين كنا متوقعين انه ممكن اليورو دولار يوصل الى هذه المستويات ويبتدي الانخفاض. استاذ انت، اليورو دولار مش من الممكن يبتدي موجه ارتفاع، وبكل بساطه بعرف انت اللي عم بتفكر فيه انه هو من هذا المستوى او من هذا القاع، خلينا نقول لا، هذه القمه وصول الى مستوى ال 61.8%، ولكن لا اتوقع انه هذه المستويات تقدر تكون كافيه للشراء. هذه المستويات على زوج اليورو دولار ممكن تكون خطوط ونقاط دعم مؤقته، ولكن ليس على المدى الوسط للطويل. اما بالنسبه لليورو دولار وانخفاضه، هذه الموجه اندفاعيه، يعني نحن لما جينا عدينا موجات اليوت ودخلنا بهذه التحاليل اذا بدكم وبتفاصيلها او بحذافير هذه الموجه، كنا تكلمنا على هذا الانخفاض انه هو بشكل 1 2 3 4 5، وهلا ارتفعنا موجه رقم 2 ومن المتوقع الموجه رقم 3. ولكن السيناريو المفترض اللي كنت تكلمت عليه على اليورو دولار على رسم بين الاربع ساعات، اذا بتذكر، اوكي خليني افرجيكم بس الرسوم البيانيه اللي عملنا بتحليل على اليورو دولار. كنا تكلمنا على اليورو دولار على موجه ليدنج دياجونال، تلقب بالليدنج دياجونال، اللي هي على هذا الشكل، تمام؟ اللي هي على هذا الشكل، شو يعني؟ عند انخفاض بنفق ميل على طبعا يعني نفق هابط، وهذه موجه رقم 1 2 3 4 و5، تمام؟ على لملامسه هذا الخط الدعم. فهلا اذا بنرجع على رسم البياني وبنشوف على زوج اليورو دولار، اذا بنعمل زوم اوت لبرا وبنعرف انه نحن عندي خطوط دعم او مقاومه على هذه المستويات، بتعرفوا انه مستويات تقريبا يورو دولار اللي تم لمستها هي خط الدعم اللي موجود عندي. فبكل بساطه السيناريو المفترض الايجابي على المدى الوسط للقصير جدا ممكن يكون عندي هلا انتهاء للموجه رقم 1. شو يعني؟ يعني ويف 1 2 3 4 5 قد انتهينا منها. نحن هيدي اول موجه اللي هي تلقب بموجه رقم 1. هلا ممكن يكون عندي ثلاث موجات تصحيحيه بسيطه لليورو دولار، اي بي سي لتسجيل الموجه رقم 2 لمستوى ال 113 او 113 20، ومن ثم موجه اندفاعيه ضخمه جدا بالاتجاه الهابط على المدى الوسط للقصير، تمام؟ يعني هلا الموجه رقم 2 متوقعه استاذ انتو، وهذا ما بيعني انه ممكن نقبل اذا بدك بالسيناريو اللي انت تكلمت عليه اللي هو وصوله الى مستوى ال 61.8 فيبوناتشي. مستوى ال 61.8 هذا بيعني انك انت عم بتفكر على المدى الوسط للطويل بسيناريو ايجابي على اليورو دولار، وانا بالنسبه لي هذا شيء
غير صحيح ومن وارد عنا، لأن الضغوطات السلبية على اليورو دولار على الرسم البيني الأسبوعي والشهري كثير مسيطر عليه. إذا بدكم الرسم البيني، فبهذا الحالة طبعا نتوقع تكملة اتجاه الهابط للعملة الأوروبية الموحدة، ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه ممكن نسجل 3 موجات تصحية. نحن على الرسم البيني الأسبوعي في صدد إذا بدكم انخفاض الموجة الثالثة الاندفاعية بهذا الشكل لاستهداف مستوى ال 105 و 104 وحتى أقل. فبهذه الحالة لا يمكن التفكير بالسيناريو الإيجابي إلا بحال انه نحن انتهينا من الموجه الاولى الصغيره بنفق ميل على الانخفاض، نتوقع ارتفاع موجه ثانيه اللي هي تلقب بويف 2 لمستويات ال 113 113 20 كحد اقصى، وموجه اندفاعيه من اتجاه الهابط اوكي لاستهداف قاعان جديده. فهلا ارتفاع هو مجرد موجه تصحيه وليست ارتفاع. صباح النور استاذ سامر، نورت الجلسه، اهلا وسهلا فيك. هيدا بالنسبه لليورو دولار. اما بالنسبه للفرنك السويسري، كنت عم تتكلم استاذ انتو انت على اشاره او على نمط احتوائي وابتداعي طبعا على رسم بين ال4 ساعات وما فوق. فبهذه الحاله طبعا نتوقع انه ممكن يكون عندي اشاره انعكاسيه بالاتجاه الهابط، ولكن ايضا اللي بجرب اقول لك اياه انه الارتفاع على الدولار سويس او الفرنك السويسري ووصوله الى خطوط المقاومه اللي هي كانت عم بتمثل هذا الخط اذا بدكم ميل على ارتفاع كخط مقاومه اكثر من 5 مرات، هذا بيعني انه بالتحاليل التقنيه البسيطه، خلينا نتكلم على سمبل تكنيكال اناليسيس، خط المقاومه كم مره بحق له يتلامس اذا بدكم السعر معه؟ ممكن حدا يجاوبني بس على الكومنتس لو سمحتوا. اذا بدكم بالتحاليل التقنيه البسيطه خطوط الدعم والمقاومه كم مره بحق له السعر يتلامس مع اذا بدكم خط الدعم او المقاومه ما قبل الاختراق؟ إذا ممكن حدا يجاوبني عليه كرمال هيك نكون شوي صغيرة عم نشرح بعض الأمور البسيطة أو simple technical analysis waves بشكل بسيط، وراح أعطيكم أيضا أمثلة وراح نرجع على الدولار سويس وراح فرجيكم الدولار سويس أو شو بعني بهذا إذا بدكم النمط أو بهذا السيناريو اللي عم بتكلم عليه ونرجع نطبقه على الدولار سويس. بدي أتكلم شوي صغيرة على أسعار الذهب، إذا ممكن تجاوبوني. أستاذ فادي صباح النور، أهلا وسهلا فيك. استاذ انتو، استاذ فادي، كل الموجودين معنا، حدا بيعرف كم مرة السعر بحق له يتلامس مع خطوط الدعم والمقاومة ما قبل الاختراق؟ يعني على سبيل المثال على اسعار الذهب اذا بنرجع على رسم بياني الاسبوعي ونشوف الاسعار لما كانت تتداول تقريبا قرب مستويات ال 1900 وال 1600 وهذا الخط الدعم والمقاومة تمام الموجود عندي كان على اسعار الذهب، إذا بتلاحظوا كم مرة تلامس معه السعر؟ 2 أو 3 استاذ انتو؟ طبعا هو الرقم هو 3 مرات، تمام؟ 3 مرات، السعر بحق له يتلامس مع خط الدعم 3 مرات كحد أقصى ومع خط المقاومة 3 مرات، تمام؟ ولكن الرابعة هي الاختراق. الرابعة هي الاختراق. هلا بتلاحظوا إنه هون أول مرة تلامسنا مع خط الدعم هي على هذه النقطة. تاني مرة ارتفعنا تلمسنا هون، تالت مرة هون، رابع مرة، خامس مرة، وسادس مرة، تمام؟ 3 من تحت و3 من فوق، يعني كحد أقصى خط الدعم 3 مرات وخط المقاومة 3 مرات. طب إذا في حال انتهينا من 3 مرات و3 مرات من فوق وثائبت إنه نحن هلأ مع انتهاء 3 نقاط من تحت ومن فوق نحن في اتجاه عام هابط، هل يا ترى كنا متوقعين إنه الذهب يرتد؟ طبعاً لا، كنا متوقعين إنه الذهب يخترق. فهذا السيناريو الهابط الضخم على الذهب كان متوقع بالنسبه للسيمبل تكنيكال اناليسيس. فبكل بساطه الدولار سويس النقاط الدعم والمقاومه اللي وصلت عليه، تمام، نقاط الدعم والمقاومه اللي وصلت عليه بكل بساطه هي كانت 3 مرات. خليني اوضح لك النقطه، هيدي اول مره تلمس مع السعر، هذا الارتفاع من هذا القاع لهذه القمه هيدي تعتبر مره واحده لانه نفس الارتفاع، تمام، نفس الارتفاع، هيدي مرة وهيدي مرة وهذه مرة، هول أصبحوا 3 مرات، وهذه المرة الرابعة اللي نحن عم نرتفع للدولار سويس لملامسة المرة الرابعة. فمن المتوقع أنه الدولار والفرنك، الدولار فرنك أو الدولار الأمريكي يقوى على الفرنك السويسري ويتم اختراق هذا الخط اللي موجود عندي. من المتوقع أنه هذه المرة تكون مرة تلقب بال، يعني خلينا نكون عم نحكي هيك بكل صراحة،
هذا الملامسة هلأ للدولار السويس لهذا الخط، وهذه الموجة التصحية أو الارتداد اللي عم تشهدوها هي غدر. شو يعني غدر؟ يعني عم نتكلم على فولس كوركشن. فولس كوركشن يعني موجة تصحيحية، موجة تصحيحية غير صادقة. بكل بساطة هذه الموجة التصحيحية هي فرصة للشراء لا اختراق الدولار سويس. تمام، كل الاشخاص الموجودين معنا بهذه الجلسه رح ارجع اذكركم عند اختراق الدولار سويس لهذه القمه، اوكي، وقال لكم انه بكل بساطه هذا الخط اللي نحن اذا بدكم منتظرينه. خلينا نعمل دراسات اخرى، خلينا نعمل دراسات اخرى. بكل بساطه كنا تكلمنا عن خطوط الدعم المقاومه والملامسه اللي هي مرتين او ثلاثه واربعه. خلينا نتكلم على سيناريو اخر، رايزنج تراينجل او رايزنج ويدج. تمام، المثلث اللي هو ميل على ارتفاع، المثلث اللي ميل على ارتفاع على طول بيعني انه عندي ارتفاع بالقيعان والقمم. شو يعني؟ يعني لما يكون السوق عم بسجل لي مثلث ميل على ارتفاع، هذا بيعني انه عندي قوه بالسوق وسيطره فريق الثيران. ليش؟ لانه عندي قمم وقيعان اعلى من بعض البعض، هذا بيعني انه السوق عم يرتفع، و نحن عم نتلامس هلا اذا بدكم هذه القمه، فمن المتوقع طبعا اختراق. عندي اصبح سيناريوين ونمطين عم باكدوا لي انه الدولار السويس ممكن يخترق بالاتجاه الصاعد. هيدا بيعني استاذ انتو انه موجه تصحيحيه بسيطه للدولار السويس، يعني تقريبا 30 او 40 او 50 نقطه هي فرصه شراء. مشان هيك اللي عم جرب اوصل لك اياه على زوج اليورو دولار، زوج اليورو دولار هذه الموجه اللي عم نشهدها هلا او ممكن نشهدها اللي هي موجه صعود من هذه المستويات على سبيل المثال، هي فقط موجه تصحيحيه لا تكمله اتجاه الهابط. تمام، تكمله اتجاه الهابط هذا بيعني ارتفاع الدولار فرانك او الدولار سويس اللي كنا عم نتكلم عليه، لانه بحكم العلاقه العكسيه بيناتهم. بالنسبة للاسترليني دولار أيضا موجات تصحيحية بسيطة والضغوطات سلبية متوقعة، ولكن ما في شك أنه هذه المستويات مهمة جدا اللي تم لمستها من قبل الاسترليني دولار، وهذا بيعني أنه ممكن الموجات التصحيحية تكون أقوى من اليورو دولار. يعني إذا في حال شاهدنا ارتفاع على زوج اليورو دولار تقريبا بأربعة، خلينا نقول أربعة فيجر أو 40 أو 50 نقطة، أوكي، ممكن الاسترليني دولار الارتفاع تبعه أو الموجة التصحيحية تكون بحدود ال 200 نقطة، لأنه وصل إلى مستويات مهمة جدا وإعادة امتحان لخط مقاومة كان موجود عندي رئيسي. فمن المتوقع إنه في نهاية هذا الشهر 28 مارس، والخبر اللي بده يصدر عنا بالنسبة للتقلبات وبالنسبة طبعا للاسترليني وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، هيدا بيعني انه ممكن هبوط اليورو دولار يكون اسرع، وهذا الشيء كنا تكلمنا عليه بالسابق. تمام، هبوط اليورو دولار راح يكون اسرع واقوى من الاسترليني دولار، مشان هيك مراكز او صفقات البيع طبعا يورو جي بي هي الانسب. استاذ عمار صباح النور، نورت الجلسة. طبعا نستمر في بيع الدولار الكندي، ونحن بعدنا بمراكز بيع الدولار الكندي والاسترالي في طبعا هلا ارباح 90 دولار. الدولار الكندي نحن هلا عم نتداول تقريبا قرب مستويات مهمه جدا، ممكن نكون قد انتهينا هذه الموجه اللي تم تثبيتها اكثر من مره. تمام، هذه الموجه اللي عم نتداول بقربها هلا ممكن تكون مهمه جدا واكثر من مهمه، ولكن اتوقع انه ممكن يكون عندي امتداد لمستوى 76.4% اللي هي مستويات تقريبا ال 35 20 كحد اقصى. تمام، وهذا السيناريو اللي كنا عم نتكلم عليه، وممكن يكون عندي اذا بدكم خلينا نقول باشارات انعكاسيه عن قريب نرجع نشهدها للدولار كاد. مش من الضروره انه يوصل لمستوى ال 135 20، مش من الضروره ابدا ابدا، ممكن نبتدي من المراكز او النقاط الحاليه، لانه ابتدينا نشهد بعض الفجوات السعريه على الدولار كاد عند افتتاح الشموع اليابانيه اليوميه، وهذا بيعني انه ابتدينا نخف من زخم، يعني ابتدى زخم الارتفاع اذا بدكم يضعف، فهذا الشيء بيؤدي الى اشارات انعكاسيه بسيطه ممكن نشهدها على الدولار كاد. فانا بعد مصر على موجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط، وطبعا سيناريو اكثر من رائع على الدولار كاد. جي بي بي كاد او استرليني كندي، إذا في حال من المتوقع أنه نرجع نشهد إذا بدكم موجة اندفاعية للدولار الكندي، يعني الكندي بده يقوى كتير، الكندي بده يقوى كتير، يعني ممكن الجي بي كاد يكون عنده إشارة سلبية يا جماعة، إشارة سلبية، يعني ممكن الاسترليني يضعف أمام الكندي دولار بالمرحلة القادمة. فبدنا نبتدي ننبش على فرص بيع،
وبكل بساطة على رأس الميانة الشهري أو الأسبوع ممكن نكون وصلنا إلى مستويات مهمة جدا، بأخذ بعين الاعتبار أن هذه الموجة اللي دخلنا فيها هي موجة تصحيحية بنفق ميل على ارتفاع، فممكن نكون وصلنا إلى إذا بدكم إلى مستويات مهمة جدا للتداول، وهذه المستويات اللي ممكن تاخذنا إلى قاع 76.4%. يعني من آخر قاع لآخر قمة كنا سجلنا ويف أي أو أول موجة تصحيحية اللي هي انتهت على هذه القمة، خلينا نلقبها بويف اي هون على هذه القمه. هلا نحن في صدد انخفاض ثلاث موجات اي بي سي لاستهداف وزياره تقريبا مستوى 76.4% على مستوى 165 على استرليني كندي، فهيدا بيعني من المتوقع انه نبتدي اذا بدكم يعني نشهد اشارات انعكاسيه لهذا الزوج لاستهداف مستوى ال 165، يعني انخفاض 1200 نقطه. رائع جدا هذا الاستثمار. تمام استاذ انتو، هذه الفرصة هون ممكن تكون مميز جدا على استرلين استرالي، عن هيك رح ادخل فيها بتفاصيل اكثر على رسم بين ال4 ساعات واشوف هذه الموجة الصاعدة اذا في حال انتهت ولا لا. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اوكي، ممكن يكون عندي ارتفاع الدولار ك الجي بي كاد بهذه الموجة اللي هي طبعا كان عندي ويف اي بي سي 1 2 اي بي اوكي ويف A ويف B ويف C اللي هي 1 2 موجة رقم 3 تتضمن 5 موجات 3 اوكي ويف 3 ويف 4 ويف 5 اللي هي 1 2 3 4 5 اوكي. يعني ممكن على المدى الوسط للقصير كمضاربة خلينا نسميها يكون عندي بعد موجة ارتفاع للجي بي كاد أخيرة، موجة للجي بي كاد أخيرة لانتهاء من هذا الارتفاع الضخم اللي عم نشهده على الجي بي كاد وزيارة واستهداف هذا الخط اللي هو مستوى 177 70 كحد أقصى، نرجع ندخل بمراكز بيع ضخمة جدا على المدى الوسط للطويل واستهداف مستوى 165. هذه المستويات المنتظرة على الجي بي بي كاد 77 70 77 40 77 40، رح تخلي الأمر معلق للبيع. جي بي بي كاد جيدة جدا 0.5، خلينا ندخل ب 0.5، أمر معلق بالبيع pending order سلمت order على مستوى 1.7740 اوكي pending order 0.5 نصف عقد برايس 1.7740 مع وقف خسارة 1.7840 100 نقطة راح أعطيه تيك بروفيت 1.70، يعني 740 نقطة انخفاض. هذا المركز اللي هو عم نتوقع فيه إشارة انعكاسية من آخر قمة ممكن يتسجل عندي على جي بي بي كاد. تمام آخر قمة نكون بالفعل سجلنا هذا المستوى الأكثر من واضح على جي بي بي كاد أوكي هذا المستوى، ومن ثم طبعا بداية إشارة انعكاسية ضخمة جدا لزيارة مستوى 165. عظيم جدا هذا المركز. هلا يعني إذا في حال موجات اليوت اللي عديتها أستاذ أنتو على جي بي بي كاد بدها وقت أكثر لأدخل بتفاصيلها، لازم أدخل بتفاصيل الساعة و30 دقيقة وأدخل بتفاصيل الموجات. إذا في حال عندك مركز بيع على جي بي بي كاد ومنك قادر تمتد بهذا الوقف الخسارة اللي تكلمت عليه انا هلا اللي هو مستوى تقريبا ال 1.77 40، ممكن تدخل وقف خسارة على هذه القمة بالذات تمام اللي هي مستوى ال 1.76 73 او اخر قمة تم تسجيلها عندي. ولكن يعني انا بنصحك اذا في حال عندك مراكز بيع على الجي بي بي كاد صغر او جزئ العقود اللي داخل فيها، اغلق نصف خلينا نقول الكميه اللي داخل فيها وخليها اعطيها مجال اكثر لتسجل ممكن اخر موجه ارتفاع، ممكن لا ممكن لا، ولكن اعطيها مجال اكثر لاخر موجه ارتفاع اذا في حال حصلت ما تسكر مركزك على خساره. وطبعا هذا مركز اكثر من رائع انه يبتدي بالاتجاه الهابط من اخر قمه ممكن تتسجل عندي على زوج الجي بي بي مقابل الكندي. اوكي بالنسبة للمؤشرات الأمريكية الاس بي 500 اس بي 500 جي بي بي نيوزيلاند، جي بي بي نيوزيلاند نتوقع ارتفاعه أيضا لآخر موجة ارتفاع لاستهداف مستوى هذه المنطقة اللي هي أيضا ممكن تكون كنا تكلمنا عليها، هذه المنطقة اللي ممكن تكون رائعة جدا لدخولنا بمراكز بيع. بالنسبة للجي بي يو اس دي
ليكو جي بي بي يو اس دي، هذا رسم البيانة من اي متى مدخلين او محللين الجي بي بي اس دي. كنا تكلمنا وقتها اذا بتذكر جلسات، خلينا نقول من شهرين وثلاثه لورا واربع اشهر لورا حتى اكثر، اذا بتلاحظوا انه يعني من هذيك السنه خلينا نقول كنا عم نتكلم على ارتفاع الجي بي بي يو اس دي بنفق ميل على ارتفاع، وكنت عم بقول لكم انه هذه موجه تصحيحيه، نتوقع بدايه موجه اندفاعيه جديده بالاتجاه الهابط، وبلشنا نعد اذا بتذكروا 7 سوينج هاي 7 سوينج هاي، وقلت لكم هذا الشيء بيعني انه ممكن يكون عندنا ويف بي لزياره مستوى 76.4% لمستوى ال 121 قبل ما نفكر بالاتجاه الصاعد. فهذه موجه الهبوط كانت متوقعه على 60 دولار، ومن اخر قاع لاخر قمه ابتدينا نقرب على مستويات الشراء اللي هي مستوى ال 76.4% اللي هي مستوى ال 121. مشان هيك نتوقع بعد موجه ضخمه جدا لاسترليني دولار بحدود ال 1000 نقطه، واليورو دولار بكون انخفض اكثر من 1000 نقطه، بنكون استهدفنا مستوى تحت مستوى ال 102 و 101 قبل ما نرجع نفكر بمراكز شراء لاسترليني دولار ولا اليورو دولار على المدى الوسط للطويل، وبموجه اندفاعيه ضخمه جدا، وسيناريو ايجابي وسيناريو ايضا سلبي للدولار الامريكي على المدى الوسط للطويل وانهيار خلال سنه 2019. بعد عندي موجه ارتفاع الدولار الامريكي متوقعه، بعد عندي انخفاض للذهب، انخفاض لليورو، انخفاض للاسترالي، انخفاض للاسترلين، ولكن انا بوعدكم انه هذه اخر موجه ارتفاع للدولار الامريكي ما قبل الانهيار الضخم اللي ممكن نشهده على الدي اكس واي او الدولار اندكس. بالنسبه للرسوم البيانيه بجلسه امس كنا تكلمنا على الداكس انه ممكن يكون عندي انفاليديشن ليفل ويف 4 11400 هي مراكز شراء، الدولار سويس قلت لكم ممكن يخترق هذه المنطقه اللي هي مقاومه، ومع ارتفاع الكعان اعلن بعضها البعض هذا سيناريو ايجابي على المدى الوسط للطويل، الاسترالي دولار تكلمنا على ريتست او اعاده امتحان وتكمله اتجاه الهابط، ودخلنا بمراكز بيع على الاسترالي دولار على مستوى 0.70 43 بالضبط، وعم تشوفوا امامكم هذا المركز اللي دخلنا فيه 0.70 43، دخلنا بامر مقضي بمركز بيع، وطبعا هلا نحن عم نجني بعض الارباح بالنسبه للاسترالي دولار، وهذا هو الريتست او السمبل تكنيكال اناليسيس اللي عم بتكلم عليه. بالنسبه لليورو دولار كنا تكلمنا على ارتفاع بموجه بسيطه وتم تسجيله على مستوى ال 113 20 25 هذه المنطقه، وابتدينا بالانخفاض، قلت لكم رح نسجل تقريبا مستويات يعني اوطى لزوج اليورو دولار. بالنسبه للنفط سجلنا مستوى ال 56 يا جماعه 30، لو دخلتوا بمراكز بيع شوفوا اسعار النفط، شوفوا الاويل، شوفوا الاويل وين وصل الاويل على رسم بين 30 دقيقه، على رسم بين 30 دقيقه او الاربع ساعات، هذه الموجه موجه الارتفاع تم تسجيلها عنا على اسعار النفط اللي هي هذا الارتفاع ما قبل الانخفاض 56 50 كنا تكلمنا عليها، ارتفاع لمستويات ال 56 30 56 50 وموجه هبوط ضخمه جدا، وابتدينا بالانخفاض عن جديد هلا 55 89 لاسعار النفط. بالنسبه للاويل نتوقع استهداف 55 وال 54، ايضا اسعار الذهب توقعنا موجه هلا بدايه موجه تصحيحيه قبل تكمله اتجاه الهابط، بالنسبه للدولار كاد ايضا ارتفاع لمستوى 133 80 35 60 كحد اقصى وبدايه موجه هابطه جديده. تمام، هذه بالنسبه للرسوم البيانيه والتحاليل التقنيه اللي كنا عملنا فيها قبل ما نرجع نفكر بسيناريوهات مختلفه واخرى على الازواج والعملات الرئيسيه. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بهذه الجلسات الصباحيه، بتمنى لكم نهار اكثر من رائع ومثمر بهذا النهار التداولي بنهايه هذا الاسبوع، ما تفتتحوا مراكز جديده في اذا بدكم او عن نهايه الاسبوع اللي هو نهار الجمعه، لانه على طول عم نحصل او عم نشهد على فجوات سعريه مع افتتاح اسبوع تداول جديد، يعني ممكن نهار الثمان القادم نشهد على بعض فجوات السعريه، فانا بتمنى منكم انه يكون عندكم بعض الامور اذا بدكم للمحافظه او لاداره المخاطر، تكونوا عم تغلقوا اقله مراكز هذا الاسبوع او تعرضوا في خساره بشكل دائم. بتمنى لكم نهار اكثر من رائع، كان معكم محلل تقني زاد الظهري من شركه تكمن، الى اللقاء.